بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا الأمين نبينا محمد ابن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا، إنك أنت العزيز الحكيم. حياكم الله طلاب الصف الرابع الابتدائي في مادة العلوم، ومع الدرس الذي هو بعنوان الماء. أخذنا في الحصة الماضية الماء، وتكلمنا عن أنواع المياه: واحد، المياه المالحة، اثنين، المياه العذبة. تكلمنا أيضا أين توجد المياه العذبة وأين توجد المياه المالحة. المياه المالحة تغطي المحيطات والبحار، وهي ما يقارب 3/4 سطح الأرض. هل المياه مياه البحار والمحيطات صالحة للشرب؟ أجبنا بلا، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح. في الجانب الآخر، المياه العذبة، أين توجد المياه العذبة؟ وحددنا المناطق التي توجد فيها المياه العذبة: واحد، الجداول، الأنهار، الآبار والبرك. وتكلمنا أيضا عن المياه الجوفية وطريقة تكون هذه المياه بالنسبة لما يعرف بالمياه الجوفية. نستكمل درسنا بعنوان كيف نحصل على الماء العذب. كيف نحصل على الماء العذب؟ معظم البلدان والمدن بها خزانات ضخمة يتجمع فيها الماء. بعض الخزانات بحيرات طبيعية. إذن لاحظ معي، معظم البلدان حول العالم فيها خزانات ضخمة جدا يتجمع فيها الماء. بعض هذه الخزانات بحيرات طبيعية، بحيرات طبيعية، وبعضها الآخر يبنيه الإنسان، ومن هذه الخزانات يحصل الناس على احتياجاتهم من الماء عبر شبكات أنابيب المياه. المياه الجوفية مصدر آخر للمياه العذبة. الطريقة الأكثر شيوعا للوصول إلى المياه الجوفية هو حفر البئر، هو حفر الآبار. إذا ما هو البئر؟ البئر عبارة عن ثوب يحفر في الأرض ليصل إلى المياه الجوفية. إذا حتى أصل إلى المياه الجوفية داخل الأرض لابد أن أحدث ثقبا في هذه الأرض حتى أصل إلى المياه الجوفية. إذا البئر يعتبر ثقبا يحفر في الأرض ليصل إلى المياه الجوفية. وأغلب الآبار تحتاج إلى مضخات ليصل الماء إلى السطح. الماء العذب لا يكون نقيا دائما، هذه معلومة أيضا مهمة. الماء العذب لا يكون دائما نقيا، فقد يحتوي على بكتيريا وكيماويات ضارة. مثل هذه المواد قد تصل إلى الماء أثناء جريانه. والماء الجاري هو الماء الذي يجري أو يتدفق على الأرض قبل أن يتبخر أو يتسرب إلى باطن الأرض، لذا ينبغي معالجتها لتصبح صالحة للشرب أو الزراعة. طبعا كيف تتم معالجتها؟ تتم معالجتها عن طريق بما يعرف بمحطات تنقية المياه. لا يتم تزويد الناس بالماء قبل التأكد من سلامة استعماله، لذا يعالج في محطات التنقية حتى يصبح الماء نقيا ونظيفا وصالحا للاستعمال. هذه المحطات تساعد في إيش؟ تساعد من إزالة الأوساخ والأجسام الكبيرة من هذه المياه، وبعد ذلك يضاف إلى ذلك الكيماويات لقتل الأجسام الضارة كالبكتيريا. ما بعض استخدامات المياه؟ يستخدم سكان الأرض أو سكان الكرة الأرضية الماء لأغراض عديدة. الماء العذب يستخدم في الزراعة، وبعض المناطق يستعان بالري لتزويد المحاصيل بالماء. الري ما هو؟ الري عبارة عن عملية توصيل الماء إلى التربة الزراعية. الري عبارة عن عملية توصيل الماء إلى التربة الزراعية. المحافظة على الماء. الماء نعمة عظيمة، يجب أن نتذكر أن الماء نعمة
عظيم عظيمة، كما قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فبالتالي نعمة أو المحافظة على المياه هذا واجب ديني وواجب إنساني، يجب أن نحافظ عليها جميعا لأنها نعمة، فبالتالي نحمد الله عليها. كيف نحافظ على الماء؟ تجمع المياه المستعملة المسمى المياه غير الصالحة للاستخدام أو مياه الصرف الصحي من المدن بنظام المجاري المسمى نظام الصرف الصحي، وتنقل إلى محطات معالجة المياه، وفي هذه المحطات ينقى الماء ويخرج منها ما يمكن استعماله في الزراعة والصناعة. إذن إلى هنا أصل إلى نهاية درسنا أحبائي أبناء الطلاب، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.